مرحبا بكم في عشاء ريسيبيز. اليوم غادي نقدم لكم كيكه بلابيض. نحتاجو في مقادير: كاس ديال العنبه ديال الماء، كاس صغير ديال الزيت، عندنا تقريبا نص كاس ديال العنبه، عندنا معلقه كبيره ديال الكاكاو، قبصه ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخل، كاس ديال العنبه ديال السكر، 3 ديال الكيسان ديال الطحين، وجوج خمارات. اول حاجه غادي ناخذ الماء. انا ما درتش هنايا الحليب على قبل ما ندير الخل، تيخسر لينا الحليب، داكشي ما بغيتش نخاطر وندير حتى ندير الحليب. غادي نديرو السكر، وهنا عندنا الخل هو اللي كيلعب الدور ديال البيض، وغادي نديرو الملح، نقبصه ديال الملح، نخلطوهم. هنا غير باش كندوبو شويه داك السكر قبل ما نزيدو الزيت، غنزيدو الزيت. كنخلطو كلشي مزيان، بعد ما كيتخلط لينا مزيان غادي نزيدو دابا الخل. وكنخلطوه مزيان، كناخدو المول كنفرشو ليه بابي سيفغيزي من التحت، وكندهنو ليه في الجناب وشويه ديال الزبده، وكنرشوه بالطحين. دابا غادي نكبو الخليط ديالنا، كنكونو مسخنين الفران درجة حرارة 180، وكنديرو هاكا طيب لمدة ديال 45 دقيقة. بعد ما كطيب لينا الكيكه هي كتكون بحال هكا. انا هنايا صوبت جوج باش تجيني شويه عندي فيها العلو. انا هنا مصوبه لاموس ديال الشوكولات اللي غتلقاو الرابط ديالها في اسفل الفيديو، اللي كنت حضرتها معكم في حلقه من الحلقات السابقه. غناخد دابا لاموس وغنديرها في الوسط. هنا خديت تقريبا الثلث اللي وجدت درتو غنديرو في الوسط، والثلثين هو اللي غنزوق به على برا هناك. وغادي نجيب سباتول ونبدا نسرحها، نحاول نسرحها بشكل متساوي. بعد ما كنساليو غناخذو الكيكه الثانيه وغادي نديروها فوق منها، نحطوها غير نصها بحال هكا، ونحطها غير بشويه فوق الكيكه الثانيه بحال هكا. كيما شفتو هي كيكه هشيشه بزاف، نسنيت مسك غير كتقيسها كتهرس، داكشي علاش ما سقيتهاش. من بعد ما درنا الطرف الثاني ملسنا داك لاموس من الفوق، غناخدو لاموس ديال الشوكولات اللي عندنا في البوش، وغادي نديرو قريضات بحال هكا. وكلمسة أخيرة غناخدو هاد العقيق هذا الملون، وغادي نديروه هكا في الوسط بشكل عادي. كنبقاو ديما في الحاجة البسيطة، هي حاجة اللي كتكون زوينة حسن من المعقد. كنديرو غير شوية واحد شيشة بحال هكا في الجناب. الشكل النهائي ديال الكيكة بلابيض من بعد ما كتوجد كنقدمها لكم بالصحة والراحة. ما تنساوش يعجبكم الفيديو ديروا جيم، ريبورتي ديروا التصوير الجديد ديالي، تابوناو في لاشين تشوفكم حلقات أخرى مع وصفات جديدة. إلى اللقاء.